العين من يوقع فيزيك فيني ثم فيني ودرك اسمه ورينيو دون من يوقع مرة جمعية حقوقية غافنت علاقة أكل الجمعية الدولية طبيعة الحال النشطة في مجال حقوق الإنسان، وبالتالي أعتقد أنه مدير تواصل مباشر أكل الجمعية الدولية من المنظمة الغير حكومية الدولية السكن التقارير بشكل إطارة اقترح على أساس أنه أجمع مجموعة التقارير من يقعن لما لا ماشي غير المنظمات الحقوقيه اللي تجي ماشي في عائله المجتمع الدولي نفسي مره مشنو في يوم الرايت فور شنو كان نخرج بسم الله من المنظمات الماليه ولما لا ما حتى نسكي الامم المتحده هذا المفروض يجي مره اذا الحكومات العالميه تجي تسمى الدول اللي تجي تلقاني غادي تقولوا الوزن في الساحه الدوليه نسكي في السيور المعاناه الساكنه ما يجبوهاش المعاناه مره ريفيه في المناطق النيه، وبالتالي استوريخ انه الخطوات العمليه من الجنتينا انه نعرض التقريرات ان نرصد مارا الخروقه في الدير المخزنه المغربيه كونترا فسقاني الزغيريفيين، وبالتالي اساس السكين مارا يودر باش تيري خطوات النخ تسمى التيم كرابيت، هي الخطوات من جانب الحقوقي من جانب المغربيه انه نشي نقاي خصبيه بطبيعه الحال الدعم الميداني زي مارا يريفيين زي المناطق المغربيه خلينا نستوى الخريف نستوى سكشف زمان الراجيس تسمى الريف الجنوبي الريف التاريخي الطنجه، وبالتالي مش نتوالي انه عندك مسيرة في التيم قرامي الدعم زي النافا زي تنسانا زي كيف توزين زي ميبا زي طنجة زي تيتوان زي مارا يمشان يريفيين ولما لا يسمح نغي مغربي ما عم غدسن باش الدعم يتم صعوبة يتبوعيش مش يتوشى بطبيعة الحال غير المعطيات انه يسمح بالنظام هذيك المهرجانات الخطابيه والمسيره في تكسير الحفاق الهوائيه الشيء السيدي ميرا ان راح غادي معطيات انه سنة في الغزي النظر افراحا كيما في الخطوات سنة العمليات في القوانين توالي خمس هذا سنتين مثلا عنديش اميضه قبل باش نودع بودي انت نتعاود مره يوجد الخوا راكشي المعطيات فيما يخص التحركات اللي وقعن انطلاق نزيدو الشاف في السياقه ونيتي انتظمون بني بوعيش حاليا مش نديوهم لاخر المعطيات على اساس انه الدين نجح في المناضلين يجي يمكن الاحياء تسمى المجاوره رئيس بوعياش زين تضارب الانباء حاليا وما شكون في الميخرج حول الامتحانات القوات القمع كيف وعياش يتم بين تضارب الانباء ولكن بين مجموعه من تسمى من الناس قال انه القوات القمع من المغرب من المخزن انسحب من كيف وعياش تسمى كينا يتجنى حاليا اهم الاخبار يتوقي عن شكل انا وجن ظاهره قديمه في كيف وعياش انه رد المواجهات توقي غالبا تجلس لانه بدا سواس في الجيري ديال هدوء نسبي ولكن سجلت تلقى هذه الوتيره من شخص مواجهه كيف بوعياش ما عرفش انا مش ني غنجي لنا دين اعتقال انه مثلا النشط النقابي الحقوقي محمد بن جلول تما تينا تما اهم المعطيات اللي حاليا بالنسبه لي تما تكان كيف بوعياش بطبيعه الحال اذن بين حكم التصيطات بين تما خصوصا مواجهه كاع الطاس هيليكوبتيرات تما كاع خرج لنا كيف بوعياش التصنيف ما سمح لنا انه خصوصا الصحفيين اللي تجاني لنا يشكر انا غادي نجي غنعيش بجو الخوف من القمع يمكن في القناه المخزن المغربي يشكر في 58 59 يشكر في 89 يشكر في مره في 100 بين خريف وبالتالي مشي نعم خبر عاجل عبر شبكة الفيسبوك الحساب برشلونة الراديو قالك عاجل بني وعياش السف 10/3/2012 8 ونصف جيرث تجدد الاشتباكات لليوم الرابع على التوالي وقمع متضامنين بالحسيمة وتضامن بأزلاف وتنديد واسع بالنظور عشية اليوم والمئات يتضامنون من إمزور ذومة أنديش كينغ صحي توتا سخر وقتينك أورين كان قا غايث مكسو يثمك نعرف جي سياق من دوقان وخاطر ما تلقادا شي شكي ما مشي غير تلقادا يا ربي بعسلونا مشي مقارس يثمك ما غير تبوعي حنه مزيد من الصمود مزيدا من النظام شي وزن التشاء شي فقط أنت على مجموعة من الأشكال النضالية
التضامن ولكن إن اقتضى الحال أنه الشيء يجيل أن يري معرض يتبعيش الشيء معرض يجنيت بعيش أقرب كيسلم إلى آخر رمق أن تبع أن تبع يسلم إلى آخر رمق باش أنه أن حقق الحرية أن حقق الكرامة أن حقق العدالة الاجتماعية أي جو داري أتقاضي غاك تزيم راح تسا أتقاضي غاك شقاك سنسد غير خيو مثلا أنتش أتقاضي غاك تزيم بطبيعة الحال هذه النبوذ ضرورات كالمستمعين المستمعات النغ بأن الخطوط النغ التليفون أزمن بما فيه الخط سكايب نيغ سكيب أميقان برشلونة ظن قيت الراديو نترحب زيكم زيك انت مرمي مدخسم مدفن ما كان غادي نمور لكم الرأي لكم عن تقدم نغ تقدم كل ما ورد تقل الحصة نغ نغ الحصة النهارة ونتقاذشكم ونقرأكم صحة وطس ذم عشامت فكذا سي علي علي بالمزيان غادي نحسي مساء الخير الو سي علي مساء الخير للاسف للاسف الشديد ذين ذين صعوبه الاتصال مثلا علي بالمزيان غادي نحسي من الجنزقي الفرع جمعيه حقوق الانسان المغرب ان وصل نصفي غني جواني تم بعد نقواكم ايتما سويتما Thank you.
الو الو، السلام عليكم. اذن هاتسون التليفون يتسونكم مثلا علي. الو السلام عليكم سي علي، تريد يد مليح. الو سي علي، او تريد شي مليح. سي علي مرات سيد غا شي حاجه كي كنا كيجن مقابله تم مزيان تم بودي عندو 20 دقائق. لا واخا واخا لا ورد تسمى وسنيت قار والصور والو واخا وصغر الجوع وتسمى الزهاد وتخشيش ورزاق واه واه للاسف الشديد. ومثلا غالي نشي نتمنى نعم نعم تريد يدروخ احسن يبغي تغسل تحسن ورينو. لا 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 والله اذا ان اجل لجنه نهضر ان شاء الله مثلا غالي على اي نتقادش نتقادش سامحنا ان نواصل البث من بعد نزا الحوار الحوار نغ اجن الضيف نظن هذه لكن بعد دقائق ان شاء الله.
Ultramar. Te ofrece una amplia gama de servicios para que organices tu viaje a Marruecos desde muchos puntos de España, en avión, ferry o en autocar. También encontrarás grandes precios en alquiler de vehículos y hoteles. Visita nuestra página web viajesgiromar.es. Grandes ofertas, precios irresistibles y todo lo necesario para programar tu viaje a Marruecos. Visita la web viajesgiromar.es. Haz tu compra y reserva online. Estamos en Carrer Major 272 Bajos, en Sall, Girona. Nuestro teléfono es el 972-249449 y en Marruecos 0536608402. Viajes Giromar, la mejor elección para tu viaje a Marruecos. Viajesgiromar.es. عفوا أنا وصلت البثنا وصلت تغطينا نهارا نفس الموضوع داني شغل نتعقر ما رايد نغي نتعيشن بالخصوص سبار قنغ نتحاول ما يمكن نستقل المعلومة زي مختلف القنوات نغانا متوفرة أو فوس النغ سواء عبر الانترنت نغ الهاتف نغ نغ زق زق مدوكر نسن زق ونسن نوصلت التغطية نغ إثما سويثما بعد لحظات تذكر كان عم ذكر نغ أومث نغ منعم المساوي إني جندنت يتزر جوري ذا ونتي نرخي عند ماثينس نعرف عارف أم قرم طبيعة الحال نتيز دغ جيتانجا تمثل المغرب أم ذكمر مثل نغ منعم المساوي إني جند معتقل مؤخرا تعتقل جيدن دين تنعربت تعسفن تم تعنيف من طرف قوة المخزنية على الرباط من بعد القناص نتاغذيجن عنصر نشيط جيها ونتي 20 فبراير جيها نسغاثو ثارس نعرف نان مغرب. إذن بعد لحظة غنير اللقاء مريسا فانا بتابعة الحال كامل عادة يعني سعف التليفون ذي الخطوط جنغا عربتنا نغاق المغرب ذين صعوبة صعوبة بمكان باش أنربط الاتصال اتصال عادي غال المغرب، ولكن على الأقل أنا قل محاولة أن نستقل معلومة جمثنا منعم المساوي من ديج مع خلال ذرت أيام أربع أيام ذين قورة. إذا قيمة كنا إثما سويثما بعد لحظات تنموتيث غاذن دين تنجا ذو مثنا منعم المساوي.
إذن من جديد وتتوخشي تسفكار أشكم تسفكار كورشي تكون كورشي تكنت الرقم النغ التليفون يلخطنا التليفون عبر سكايب برشي لورنا ذا نقيت الراديو نيجان يازم طبيعة الحال زقو من بدا الحصة النهارة ونقصنا دي مساوة ذا قيثماس كسوي ثماس أذينا ورينس خميني توقعنا يبني وعيش قيد مواثن نغنى عريف نغ أذي استفسا ذي السقسا حد ذي وجه السؤال ربما إلى المستمعين شني داني أقنا ذورا غازمنت نترحب زيكم في أي لحظة نواصل البث النغ نواصل نجي الفاصل نظن عود جي قبريث نصنثث جغنش نظن ريثما أدنكسي أمثنا منعم المساوي سكي ذندين تنجح قيمة كذا نغ وترحم شي بعيد نربط الاتصال كمثنى منعم طنجة أنرجع مثنى منعم ديك التليفون ألو سي منعم ألو مساء الخير ألو لاباس عليك منعم مخد جديد سلام مخد جديد سي منعم ألو لاباس عليك الحمد لله سيمون عيم قنغ مباشر عبر أمواج برشلونة الراديو مخرا سيور خارج البث قبل دقائق أكنج الميكرو باش ونطور شي قوار أكنج الميكرو يعظم تجيك الكلمة حمد فين تانت سقار بدرس شكزجي المنظورينك مختزريد مختزجد من دي زي التحاليلين ربما سياسية اقتصادية اجتماعية الظاهرة ثانيتي تصاعد العنف والتعنيف أمام أبناء الجماهير من الشعب المغربي من طرف قوى المخزنية. ألو منعم. نعم تريد عيد؟ ألو تريد شي مليح للأسف. منعم النغ مرة تريد عيد غير شي حاجة وجه سؤال من جديد تريد عيد؟ ماشي
نعم نيغك غير اذا انت تشد الراي يعني انك جيبني توقع عن جيبني بوعيش اخر الاخبار جيبني بوعيش نعم تفضل من اخر الاخبار يعني وايد من بوعيش خدمه الان يعني ما زال يعني زال في اعتقادات لازال يعني التحرشات وتدخلات القمعية المستمرة والمطاردة بالضبط يعني خارج المدينة يعني إذا كانت المدينة بوعيش حاليا محاصرة فبهوش الشباب يعني حاليا يتواجدون بالجبل خوفا من الاعتقال وخوفا من التعذيب وما الحالات اللي تعرضت للاختطاف والاعتقال لغير دليل. فقط اليوم كان هناك اختطاف احد المناضلين احد نشطاء حركه شبراير بمناسبه مناضل نقابي وحقوقي يتعلق الامر بمحمد جليل وهو يعني رجل تعليم تم اختطافه بطريقه هوليوديه حسب شهود عيان تم الاختطاف ديالو في واحد الطريقه اللي هي منافيه للاعراف والمصافر القانونيه تم تعقيد العين ديالو كذا والضرب اثناء الاعتقال لحد الان يعني لم يتم الاطلاق صراحه لحد الان وكذلك اضافه الى الناشط وائل فقيه الذي اعتقل امس يعني الاعتقالات لحد الان تقريبا يعني 22 معتقل فقط الإشارة أنه في دقيقة يعني لم توصل بها يعني بشكل دقيق نظرا للتعطيل نظرا لعدم تجاوب يعني للعمليين بالأمر سواء في يعني في الكوميساريات إلى غير ذلك وكذلك بالنسبة للجرحى يعني غياب يعني الإحصائيات الدقيقة نظرا ل يعني هروب بعض الدور المتصابين التحاق بالمستشفى كذلك لاحظوا يعني عاينوا شهود عيان اعتداء على يعني رجل عجوز كانوا تقريبا حوالي 70 سنة كان يعني متواجد في مدينة نوعيش تم يعني الاعتداء عليه بالضرب إلى غير ذلك تمت مجموعة ديال التصرفات ديال الأجهزة القوات العمومية من بينها يعني السرقة خاصة سوق الخضر اللي تعرض هذا الصباح يعني ساعات مبكرة من هذا اليوم السرقة صناديق الخضر والفواكه وكذلك يعني الابتزازات المتكررة وبشكل يعني دائم مرة بعبارات عنصرية عبارات يعني حاطة من الكرامة إلى غير ذلك قلت يعني الوضع لحد الآن لا زال على حاله لم المسؤولين لا محليا ولا وطنيا لم يتخذوا أي إجراءات لحد الآن لوقف النزيف لوقف لرفع هذا الحصار وهذا القمع المثمر على المدينة وكذلك الإشارة أو وسائل الإعلام نحن يعني كإعلاميين كمتتبعين سجلنا الملاحظة أن هناك يعني التعتيم هناك قصور واضح في المتابعة بالأحداث بالمعيش العكس ما كان يحدث في مدينة فاز وربما كل له حسابات خاصة هذه يعني أهم عن الوضع الحالي يعني بالمعيش وكذلك يعني يتفرقون يعني نتصل يعني بشكل مستمر مع جل يعني المناضلين المتواجدين في مدينة نوعيش قلت غدا ستنظم كذلك مسيرة إقليمية تضامنية مع ساكنة نوعيش ستنطلق غدا من انطلاق من مدينة إنزيرين في اتجاه نوعيش وكذلك مجموعة ديال وقفات المسيرة على مستوى الوطن هذه يعني أهم النقاط يعني اللي كنت يعني الوضع الحالي ديال نوعيش تشكاش منعم المسوي
بعد مرات سيدايد مرات سمح الجودة الصوتي توضيج دو رينو نصوضك تساني تيقر التوغي المقدمة مشاهد قدمة الشخصيين خلال المستمعين نصوضك دا إجن سرم حار إجن سرم نضالي إجن سرم دومت وعن قارك على سلام تكز بعد الحديث عندك يوقع عن أجي وذنيي نسي خمس نقار بات هدي أسبوع راشد جدا يمكن كلشي مليح مليح لان المشكل مثلا منعم دبرتي ضد تقريري خصني صحفي تغطيا عن بعد طبيعه الحال زيد ندير طنجه التغطيه غير من توقع الاحداث ابن بوعيش نقرك صحي توطس سي وضاد المعلومه الثانيه تيميا توطس نشين برشلونه الراديو المستمعين نشكر شنقاك الوضع نظن إن شاء الله. إذن وصلت أيثما سويثمان وصلت البث التغطية إلى أحدث بني بوعيش بصفة استثنائية سيمان ثاثينتي الحيسة سنغن نهاية الأسبوع وانيتي أن صنفة تجوغ نيش ذوريا بعد أن نقبعكم أن قل فاصلة وانيتي أدنكسيث توتون إموث ورينو نهارة
ميكا ونغينين هيا ما نتشوذ ميكا ونغينين هذا مونكا ما يتوقع عن قد معث نظام ميكا ونغينين ميكا ونغينين ميكا ونغينين بزاف تي من خصنت كي ييغا وانيتي بزاف كي تونن كذلك بوديني حد نظن نحر منيني خصنا من غانك غانغيش نخبر عاجل خضر عند قل أثناء أثناء عبر قناة التواصل أك المستمعين عبر الفيسبوك تم اعتقال أغلب القادة الميدانيين للاحتجاجات ببني بوعياش حيث ركزت الاعتقالات الممنهجة على أبرز الناشطين بالمدينة في خطة مكشوفة تهدف إلى إقبار الحراك الشعبي بالمدينة امسوى ذاكي نغي الأثناء أثناء ومثنى خالد اليحيوي يقذاكي نغي الخط نقارس ومثنى خالد مساء الخير مساء الخير ومثنى رشيد سريداي طبيعة الحال ترايك ونترايك مليح سي خالد نتقادش لحظة نغتين سي خالد مرة تسامح ذي غلطة وميك دني نترايك مليح وكنت ربو مليح هذاك دراغي غاك تعاود الاتصال قبل لحظة إذا نعاود نتصل سو مثلا خالد ولكن قبل ذلك حمد فين وتيجيغ بو الفضاء وين تيخوا أنا قبث أغنيش نتوتون إذا نقبل مثلا خالد هذه المرة عبر الهاتف جوجي سكيب سي خالد تريديد ألو تقضي خشو سي رشيد من موقع هني ألو تريديد سي رشيد روخي تريديد سي خالد تفضل وقت جيد لا غير من قصدنا عود زيجي تينو ومقصدنا سي رشيد لأن الأحداثات عند مواطن مغامير ودا قناع كيس ندفد شغر ندنا غير برنا شتاز غير الله غني تما النقاش وين هي وراني جان زعما قاعات نستحقيه هما تنفكع جميع هما اللي تنسيو الجميع هما تما قاعات انا نازخ ما رختيني نفريتينا مش يجي تينو بعد تحية سكوشي وهمنا غندسيو نجينا ومثنا المساوي ومثنا مواصلة زي نظار مناظر ونقص كوشي نبني بالميدان يجي نتحي الطنقران مش من خسارة بيني هو أن الأحداث في نجي الحقيقة غير تسمى غنو نيكو عياش وكش تحمل نشي المسؤولية غير تسمى نيكو عياش مني غير تسمى حذري مني وعياش نخسر كينا مني وعياش ما غا لأنه نشي الأحداث لأنه ما رفغن أي سمتنا تسمى جيبني وعياش هما طلبن سجن حق قنسن نخ سجن دولة حنس من مختلف نكوشي أي سمتنا غنير أي دولة دولة ثمن تكمر معناه عادي إنه عادي الإنسان ذين الله وما هذا منكر وعادي الإنسان يتسماش معي في خفينس يتنصبع يسنقع شنين ذين يودي قن نصبع معناه عادي ولكن وبتحمل المسؤولية إلى حد حسنا هو النظام وانيفين نجل معروف طبيعة فينس زي زمان وجفي تاجوخ النظام وانيفين نجل راس العقلية مروحش النظام وانيفين نجل نجل نظام نفضان قاد صراحة لغيور غيور ميجي جا غيور لان اشمارا لفظ يجو ويدولين خني يجو فارس يقار في الدين تزو ابسط حق نوي الحياة وخش تسعر قد تنيت متغني ضم وانا في مجمع معروف تسمى طبيعة نس ميتانا ولكن مش شخصيا تسمى وش هات نظري نو يمكن تريد سي رشيد من الله انت رايك ده اخويا خالد انت رايك مليح ولكن مش وجهة نظري نو شخصي مختوري هو
انه بالفعل بعد تم ديال الاخصام نقاع ان مدد ثمانيا اخصام قاع ان بدا كيف مثلا اخصام قاع ان ني ان ستون او جيم ستون كاو تما اكثر من 60 كار من مريز ما سميا دي كلشي تما نجد المنظمه الدوليه نجد بزاف تما المنظمات الحقوقيه غنعلم ان نجد بزاف انسان على اساس تما اكثر من العسكر في المنطقه الناي على اساس الجن اي فرد المواطن نتجن من اي فرد المواطن الحقيقيون وجيشوش صغار هما تسمى افيعيشن يدو لحنسن رقبوا فراثين 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 وفي نفس الوقت تسمى مش قاع استغرابة ان يتسمى عاد دي القرن 21 تسمى النظام الوطني استخدام نفس الاساليب اللي استخدام انه كنا يستشحر جواميسي تسمى اطراس افكانين النظام الوطني تسمى يضحاق الحقيقة ينس انه يجب نظام يخدم بالبلاد يجب نظام يخدم يتسمى حتى يخفين في الطريقة الثانيين وبالأحرى ذي خدم الشعبين مغا لأنه يتسمى يقيم على بنادم يتسمى جزمال ومثين أتشف سقابون تاغ الطلاب يتسمى الحوار غير حقين استوذاكين ولكن مخلص النير تمني يتسمى غني لمن يعاو في نفس الوقت الأحداث أنا يتسمى كيف وعي شنع الأحداث أنا عارف أنه ويتوستغلي شيء من طرف ربما بعض سنة الأطراف النظام لمصالح سياسية النظام وشوف مقار منايات تخص مليح وثم أعتقد أنه الفكرة بوض يتم طول لأن مخت ورغنيش مخت ينزار مخت طول بعض الأخبار مخت انتفاق الانترنت مخت ورغ بزاف يتم تنزعين أكيد بدي شيء يتم سوقوا عندنا لا بالعكس تماما كل شيء مقرج كل شيء تزو تسمى أنزع أحد المشكل ولكن تسمى ربما لهنا كيس نكريشين اتفق مرا ذنش أطراف النظام قوانجي الاتجاه في عسكرات المنطقة قوانجي الاتجاه على أساس توحين شيء مطالب سياسية نظمية لا علاقة لها بالأحداث تسمى الجوهرية من الطلب نحو عياش ذني ومن يغيبها يجا ذنيشين أطراف المعتقدة الرشامية غاصن بمشروع سياسي منظم باش يتسمى الضم على المنطقة مي غاباش السوان تسمى كيشين مصري مغنيط وأعتقد ودي في ذلك الوقتين باش يستيوري تسمى التجزئة تسمى إن يكون يسلي دي باي مليح وما نيغيبها وتناشد شكل شيء يتمثنا سواء بعد بالخصوص غارة يتمثنا في هولندا يتمثنا لانشين سيخنا في إسبانيا في فرنسا أنه بدنا يتمثن مغسقان جيه وعياش تناشى دغيث مثل ما جيه وعياش أذكين فوس كفوس لأن ذا الحق نسمى الدفن خيخ نسن ذا الحق نسمى ذي ننور نسن تناشى دغيث تسمى المنظمات حقوق الإنسان كل شيء تسمى الغيورين تسمى التم المحاسبة تسمى بأشكال نضالية وقانونية غير النظام هو تسمى نجان نظام في الحقيقة مجرم يسيد يجرم المنطقة يسيد يعسكر يسيد باش يتسمى أغينغ مغسقان ضعوى المنطقة يفنثين ما غالين هو أننا نتزو حقنا وكذو ذات وتمني تتم محاسبة تشكل جنا على أساس أن تتم محاسبة المسؤولون يعني مسؤولين ديني في المنطقة نتجا نتسمى استنجد نصر عسكاية هنا نتجا نتسمى تكفن ديني مجموعة يتسمى ودشين وأخطاء لا بيقدرين يتسمى الحقيقة بالجريمة أو لا نتسمى مؤمنة الجنمية والسيتيما سي خالد سي خالد راه بدنا جاي مثلا جاي فوعياش ما غانشين غير السنه وجوج ديال جاي مثلا ما ديرناش من المنطقه خالد تريديت يتفرق بينهم عذرا خل مقاطعه غير الزوكيني مره انت بدا كذي الاطروحين عبر امواج برشلونه راديو هذه شهور قبل البدايه نغمر البث الأطر والحينك فيما يخص الإنصاف والمصالحة زدت نتبع ذي وذان حواطن ذربعة نظرون تحاوط شيء كل شيء اللعبية ثانية المسرحية ثانية الإنسان المصالحة وان الشخصية نرى زي المعتدين الراقية وكيف الجولة إلى تناقض شوش تنقض إلقاء كلا وقيلا واش نوش الفرصة وقيلا وقيلا تواري غير أقش على إلى جاء على صواب وأقش على صواب أم خد جانب زفنا يثمثنا ولو يحنشي يكي سنقي الخطقي وذنينا نما وجيبو قنبو بيتسحان سيجوفو الشاتن سيجوفو الله سيجوفو الشاتن من بعد صغيون قانا كان المصالحه من بعد كنت غنقابو تاتن خذو درين ترزاني وذن الشاتني وذن اي والله يدرخ بنهاره
نهار يبغي يضرب هذا على الراديو بان اون غطفن ايو داني كي توطفن تو اعتقال كي الحسيمة كي كوميساري قبر ما ضوضنا كوميساريا نهار غاي التحقيق يبغي يضرب كي جمله ذم ازرا غي سد سيتا ونينس ون غاي تو اعتقال عاد كي صطفيت قبر ما ضوضا كوميساري قناه تدخل الدين باباك باش تشوف اولاد الخيريه شحال سواو من بعد نتفاهموا في كوميساريا. السي رشيد ما لومتينو تقاري خوطا سي تما خوف كيان بيت في كادر وخا خدمة انصاف المصالحة من دنقان زكاو طبعا شين تما توما تمرا شين راغا مخي ناوني تما غير قا كي راه مقاس نوش الفرصة يمكور بناد مخ ما يتجام كورو تعرس مخ راه يتجا غادي يورين سر حقي نس لان شنو غانا ولا عقلي تما الاقصاء ولكن لو ما تمشي تما من تبع من غاي كوسانينو نيغيس كوسانينو نيغ العموينو نيغ الحقه في تما التاريخيه ديال المغرب من الجامعه صافن مليح تما زي الثمانينيه التاون الى اخرها انت ان اذني للانصاف ولا مصالحه ولا كل شيء مي بعد نشد اتساءل ما غير الجال الانصاف والمصالحه نيغ ما غير المشروعه وانا فيني ركوانيوس شي يوذان سنين ما مرميك سوان من الافكار اذا سندي الضان حما الكوان قال الانصاف والمصالحه مخرج سيرو المول يمكن خور لانه التاريخ نبني نخدم التاريخ ويسجع شوي تجربه باقي جنوب افريقيا كي امريكا اللاتينيه نسيور خزر الى اخره ولكن وذين ضد جيت تما شي مسير ما غزانش الانصاف والمصالحه نكتم صلاح نروح نكتم صلاح واش صلاحنا الضحيه قا حتى لي ولا نبغي فني فون كاع ولا ما نخاف غير فني هنا غومي يضغط فني راه فون فين سيخ فين فون تسمى مصالحا الفوند لازم نخدم الفوند تسمى صلاح نقرح نصن غير فني هنا يعني كيف يمكن لنا ان نتصافح الايادي التي لوثت بدمائنا ولكن كل شيء منايا يرن قاس تسمى تيغذي نيرشين الامال ولكن وبني شما غايبا ندخل وجه الناس الحقيقي المكشوف ان الانصاف والمصالحه كل شيء من ديار يديروا غاشي تجي والو يتسمى صفر جزء ان كنا من المئة كيجي المصلحه الحقيقيه انا كيجي المصلحه عفوا حقيقيه كاع عرفني اكثر اكدعوا الشعب المغربي باش كاين عام يلا يتم رجال يجي السيناريو يسخد مثل نظام شيخ في ناس يستعدات حتى خييني نبغي تفكرت من طريق النظام الانصاف والمصالحه يحتوى في مغاس مليح وذورا زيس وقنغانص الاسماء نمشي نرجع حدا قنغانص احزاب من تعنا نظام قنغانص تسمى يعني تسمى انه نجي سنوفان انا اذا نجرين باش نرجع وذين ما كان دو خايف من انصاف المصالحه روخ في الحاله يتا روخ كي الظرف وانا فين ما يكرا ورنسن ماني كان في شيخ سنسن ما كان الاستقالات تسمى قداما واحيي بحراره مره اخرى تسمى وما تسمى غنانوز المستقل يروح ختني كمال الشهيد كمال حساني ينرتكب من اكبر الجرائم وامشخر وسين دابينين مسحن الدم النظام زكفا سنين غزينيه وتفاوضي نجي الانصاف المصالحه وانا يتم قاعد شخصيا ماني نقع تسمى كيستفيق تماما اما هو عندي تسمى هوني بزاف لعبات الدستور تسمى مخفقا المسائل المكشوفه غادي يتم تاسيس مصالحه ان عفوا مخفقا في التاسيس او ترتيب اوراق النظام مخا يعني مليح ينهار سيخ فين ساكن ابن بوعي مي اي بوعي اش مين ساكن اي بوعي اش جوز اني جنزي سيخ في النغم جنز عارف النغم شين سيخ في النغم شين سين 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 زي ما سين سين زي ابن بوعي سين زي عارف انه من مين لين مجموعة طبعا ما ني غير غاسر تيبا تاك من توقع نقاعد العالمية لين مجموعة من الشباب النا غاسم تحقي يرخد مثل انسان غاسم تحقي تسمى قد مثل انسان ومقوش كطوض يتسمى مغقال تنغل طوض سيني دور نخمري قورو تصير شو كسن اسبانيا روح كلمة مروار من المرايح يتسمى غير الناس يجينا غاس حق المتابعة ما عمني دور هو لين يبنى مقاع ثورن يورن يتسمى تنغل قاع وجي تسمى بسم الله وش في شي نقيش خوالو النظام وعاد يقاه يوديقانش المساعد خالد نو قيمة كذي عقدق بعد فاصل قصير تشكخش نسنثثي وسوقوش نضغرست غنغ صعوبة عصنا وضقي المكتبة الصوتية نارديو وراء كوسك وزيق بار
أسقس إقبان مجموعة ضغرس ضعوا نعرف خالد نترحب سومة نغبورس التحق نزقنا قل أثناء أثناء قرس يومة محمد بورس أخي خون ذي من سيوين سيوان أسوأ بيت فما ترشد مخد جيد مليح قل وقت الحمد لله محمد نغ مخصصين هاينك في ظل الأحداث ناغ الأليمة وراء نوض نظور يمكن يستعد كيف وعيش يمكن يستعد كيف فيسبوك يمكن يستعد كنترنت في صفحة عامة نعي كمر شنين نخان تخزع من يتمساند من يتوقع عند من يجان وتنتا ثميض نطا من رغم السيدني الحار عد وني التوطور عد قيد وني إثوائيش عاد أقد سودي نتمسي إلا نهارا من يمسا ووانا لين شين تحركات اسمية غان شين اجتماعات ونسين اجتماعات المخف وروي كذ ورمي داك سلنان مهم نهارا بعد ذين شين مسري قاناس الاجتماعات قاناس الولي قاناس بزات مسرين تقاه من يمسا نردس جديد لكن الاعتقالات والمداهمات متواصلة الاعتقالات عاد متواصلة اعتقلن خصبح أستاذ محمد جلول نتاي الصغورة جي مدرسة إبولي جي هواياش مدرسة إبولي جي سنتاف نتاني بني روشد تاذ معلم ذيني واختطفن زيدي فغزي مدرسة لأنني كيجن اختطف يمكن سينمائي يعني مؤمن زعمي زعرني بني جي أفلام من هوليوود من يتمتن طريقة مزيخ تطفن ويخرق يجن هلع يجن خوف كروست نمحضاني مزيانن وإذا عاد يختتفوني يمغلق نجيني الاعتقال عقيم تيني القامة عدوني وإذا نجيش حاجة جديد وإنما جديد هو إبداع إبداع القامة مغزين كير وقت ما يجي جديد يتويد جديد القامة رغم ذلك كل آلية جديد إلا وشب المنطقة غاصن مقاومة آلية اثنين تستعمل خالد دغرس أزقوس إقبان التاريخ يعيد نفسه خالدنا سرشد نغ يال ما تنو عبر من مش قاه جيل مجهلة واني تنسي خمس مخرج نغي جيني هو قاه سيتي مغ إذا ما تنغ بعد غنظارة نبجر مهم جدا مش من ذا شيخنا أدين تسمى يجوموني أدين مش نقفا تسمى غد ندن زمين توقي عن قيل مواطن صنوال ميدا قاهمش تسمى غير سيتي مغيث مثنا ماني مجان غي إسبانيا غي مدريد غي بالخصوص غي فرنسا غي هولندا غي مخصطان غي مكورا مكانات بالدن تسمى حومة ندن زمين توقي عن ميا غي قبانا وانهين نجان تسمى حصان إيش منطقة غيس إجن ساكنة محدودة غاوي بوغريسين ذي فجحان ذي خدما ثم المحتلين خيرات الشباب نقنصن ثم سجن شكل فغيال تحتيم الإعلام فغيال ويوزانا كيسميرين
الصغيار يسمى المنافقون يقارن شمين يقارن شمين ضاوان الإنصاف والمصالحة يقارن شمين يودي خان الدفاع الشعب يسمى غاون قاون سين شيخ فنسن يتبرر من جرائم النظام السيتين نشنين أنيري سوش الماضي ربحا على أساس باش نبد أقايت مثنا قايت وعياش لأن هم يطموحنا يني زيت مثنا يني يتمد منا يني جوزون لا يتجزى زيجنا ومخقى في نفس الوقت النظام هو نهين قغاص يودي مهما وإن طال الزمن قوي يما تخذ إيما تنغض إيما تكذب سيستين سرايني تسمى معيش كي العقل فيهن بغير قوم مهما وإن طال الزمن تصبح التخضيل تسمى جنين ذهير وتسمى في سيب ومزروي من التاريخ أمس فلت موافق عن التاريخ في سنة عزيزو بيت ومزروي كيف يعقل كيف يعقل السر في ابنه الإنسان يتسمى يقع قتل جو أبسط الحقين في الحياة وأي ذو ذنك وأي ذو ذو يتسمى المغرب يتمر وجيش يعرف هو المغرب يتمر يتمر جميع الشحال المغربي خيرات تسمى زي خيرات شعوب الدنيا ثم كم يستحقون الحياة تسمى الشعوب هنا كم يستحق الحياة الشعب المغربي أتت شكري النظام تمثالت أتنغل في القرن الواحد والعشرين أبسط حقه في الحياة ما يتزوج يتنسوه إذا أمخ تغاد حق وشي حاجة ثم غيره وشيتي ما مريح قانيشا السير في النايجيني تمني الأحداثنا أنه توطوع عن شيء عشان أحداث أخن ديني النظام ناخ أخن ديني عشان أطلع سياسية ربما يتسمى هذا عزون أمخ عسكرا بالمنطقة الناي نغت سوان ذا المجهود تحت تسمى ذريعة لأن شمي توري روحة ورشين مسين بن هذا مقاعة وجيشيت الله العظيم إبرام سنديني بقوة ورشين مسين تسمى قاعة جاي حمد نقاعة تسمى مجموعة مسلين تسمى بندير ناريس تسمى لجنة تحرير ريك تسمى تيم تسمى بجنة مصطرح يقصان تصح الجرعة يا خياة النامي هنا ولكن ما يبقوا من إني وقيت سيار المنى إني موغي تزوري ومن إني شعر روحي مفهمك نش من تزوق حال الأوان أنش كوشي إلى الجانب يتسمى وجوز يسمى الغامية لأنه نتكاش سميان حاجة زاد جرانا نعرفه بيكي غانا غير عقرمي إذا نشتن جرانا قاع يخسن توحد الرؤمنا يخسن توحد صفوفنا يخسن توحد أفكارنا يخسن توحد وورنا يخسن توحد يتسمى القيامنا والمبادئنا تسمى لأنه نشني ذي جويدو ذي جعنا الأسماء جمعنا الأسماء مقابل باش نصرح يخفنا ضيف مثلنا تسمى طموحنا نجان نجمع تستحق الحياة نجمع لا تتجزى تسمى غير موح المغرب من الجهة كمال ذي سينيا غيرا خانق زمواتنا ولكن غير الظرف الحالي هو تمني غيث مثلنا وخاصة نحضرين قبني بوعياش نغياري أنه الوان بخطوات تسمى الدفاع بالفعل خلنا نسمى لأنه ذي المحتة دفاع نعتنع الدفن ولكن بتأمل بوقفة تسمى غافرية أبعاد تأملية عظيمة غافرة قيام أخلاقية نجان في الشيخ سنسن يتسمى زبوانا منايا للأخلاق نسن القيام نسن التفكير نسن الوعي نسن ما يتسمى الثقافية ميا السوان الأحداث نسن أحداث يتسمى مشروعة غاس نسن الحق للحياة والجشيشين أحداث يتسمى السوان والسمانين يتسمى من طرف أطراف ونتضحهم الضحية إلى أطراف أخرى ورمض كارة أظن المقصود يتسمى إنه كني إظهار وستي ما تسمى للمرة الثالثة هو أنه أذيرنا يتمثنا قيل خائق إذا أبارا نجم وقفة ضد تسمى المعصقان يتمثنا مجال ضد القمع النوانيين ونقع يوضي العسكرية الثانية في مرمخز نواة مرمخز نواة هذه حال يعرض من المعصقان المخزنيين سي خالد إجن خبر خبر يتوضع قيل أثناء أثناء خبر عاجل قناة الجزيرة رغم الاتصال بها مرارا وتكرارا إلا أنها تجاهلت مادتنا في مادتها الحصاد المغاربي الأحداث الدائرة راحها بالمغرب حتى أنها لم تتعرض لأي حادث في المغرب بشموليته. نعم زس الخبر وانت سخيد بوذي نجب ذا الموضوع نتعتم الإعلامي وقعان اولا بالدرجه الاولى اللي هي مسؤوله خمينيته عن قضمثنا المغرب الدوله المغرب النطاق الجغرافي للمغرب هي القنوات المتعدده العموميه اللي تخدم اللي خدم صنعاشين ان الشعب صنعاشين ضرائب الشعب ضرائب مباشره وغير مباشره دعوان الشعب زيك سني خدمت وديك تنشي ملي توقع عن اذاعه الشعب
من ذاك الهان يموتوا هنا عشان تموتي الجزيرة ذا الخط التحرير مؤخرا القناة ثانيتي السي رشيد الناصري غير للأسف الشديد شويت هو ولكن مخ سؤالي نس هو أنه الجزيرة يرد جيشي المستوى باش يتسمى الاختصار شديد يرد جيشي يتسمى إن كنا يقع المستوى وش تطل حدث ثواني نيشن لا وجي وجي شكل المستوى وإنما إذا منتنع أصلا إذا اتصل منك التليفون اتصل استدعى أنت داتا لتغطية الحدث نبني بوعياش عبر الحصاد المغربي إذا منتنع السي رشيد بكل صراحة إلى حد ما غنيا بكل صراحة أنا شخصيا قرر أن الإعلام يتسمى الجزيرة بالخصوص ما غير يتجاك شي وقت ما غير شي ولان ما غير شي نسيخ في المغامرة ذاك الأمال كيجي الوقت يا عدا غنيا روح نشقاك وبكل تواضع أن الجزيرة زوار للبوق يتسمى قطر للبوق القومجية للبوق لا تخدم إن هن إلا مصالح السلطة السياسية العربية الجزيرة وغتفقين بخرين صحفيين ينسون يجن محايدون وانكوش الاخرين نشنين دقن سريين وزغاف من انطلاع شيا ينا ينا مرمي خمس سيور نشي ناح وما خمس سيور نهارا ينا مرمي ذا نشي 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 ناح وما ذا نشي نهارا ينا خمي راح طار من غاف صحفة نخسن سن الجزيرة جيزيل ذا فيخ فين سير نطح نيجا حدث انتماسي نشي مثل المنطقة والسلمين يوقعان نيجا جيزيت نسلين ذا ولكن من دين هو دين تواطو جات سما غيتوري غنمش جزيرة من جانك فوس من قطر اق النظام المغربي بشكل وثيق في نزاميا ظهر شوي تنعجين ويتنقام شيء وغي سوى شيء بحال سنشكور شيء تلن مخصقا الشعب اني وني تسمى قاقا المغرب وخاك الاعلام اميا ولكن تأججن في نفس الوقت يتسمى امخ سنسنين تسمى لا بالرغم تغطان بالجرائم النظام السوري طنز زلسي ما راح نسير شيء لأنه تسمى أوجين أميا نغا تسمى إلى حد ما نشوف قهوة أول ما جاء قهوة جوا صاحب ليش سيرو كان مين يتغوى ما قل وجيم واحد نجي نسمع قوادي إذا بين جارين في النار نغا مخي نو نيت ما بعرم قاين نسمع فوان لو بعرم لو بعرم نسمع فوان سن سن شخص سن سن كل شيء بعمي أحد وأضيف من إني نغا نحت الجزيرة ما يسكن للغريب وفي الأمر ما يسمى بالجرائد الوطنية ما يسكن الإعلام يجن سوار نجاز ما يسكن يتسمى التلفاز المغربي ينفتيخ يسمى جنس الجزيرة الشعب يسمى مستحيلة تأثير خمانية